هو متقسم ليه أربع أو خمس أجزاء، آسف. أول جزء هنكونكت بالكلاود، بعد كده هنكونكت راوتر صفر، بعد كده هنكونكت devices، هنفيريفاي كونكت، وهن examine الفيزيكال توبولوجي. طبعا هو رافق لينا هنا أهو مجموعة من الحاجات اللي إحنا محتاجين نعملها، تمام، والحاجات اللي هتساعدنا كـ IP addresses، كـ connect، كـ interfaces وغيرها. جميل جدا. طب اول مرحله احنا بنقول كونكت تو كلاود. هو بيقول لحضرتك، هو حتى كاتب لك ان انت هتكونكت ايه بالظبط. فعايز اخد كونكت راوتر صفر بالكلاود. طب عشان اكونكت راوتر صفر بالكلاود هستخدم كابل كوبر، وهيكون ستريت ثرو. لو احنا جينا هنا اهو، طبعا بنلاقي مكتوب زي ما اتفقنا كده تحت، هنا بيكتب لحضرتك اسم الكابل، كتب حاجه هو اسم الكابل، فاحنا هنختار كابل الكابل ثرو. هيوصل عندي هنا فاست ايثرنت 0 على 0، ده كان طلبه، حلو، وهنوصله هنا في الكلاود. انا حضرتك عندي انا بقى في الكلاود عايزك توصله على ايثرنت 0. طيب انت لو قعدت تبص بتلاقي ايثرنت 0، هتلاقي في ايثرنت 6، اتس اوكي، هيوصل بالفعل، هيقوم مع حضرتك. تاني خطوه بيقول لحضرتك انا عايزك انك تختار كوريكت كيبل، تختار كابل، عشان حضرتك الكابل ده تقدر توصل الكلاود اللي هي من النوع ده مع مودم بورت. هو المودم ده حضرتك مطلوب منك انك تختار كابل يقدر ان هو يعمل التوصيله دي. اوكي، تعالى كده يا فندم نشوف. صح، بس تعالى يا فندم نشوف كده، احنا هنختار كيبل ايه عشان عايزين نوصل ما بين الكلاود واكس 7 في الايه كبر او الكيبل. طيب خلي بالك ان احنا زي ما اتفقنا قبل كده ان طالما عندي الديد دي ام متفاضل يبقى انا موصل كابل صح. طب تعالى نجرب كده مجموعه كابلات. اول حاجه ممكن تخطر في بالك ان احنا برضو نوصل ب ريتشرو. تعالى نجرب، انت عايز حاجه توصل من ايه؟ قال لك من كوكس 7، هو ده يقول لك الكيبل كان نوت بي كونكت، ما اقدرش ان انا كونكت كيبل زي ده. طب تعالى نشوف عندي الكروس اوفر، تعالى نشوف برضو الكروس اوفر، لا برضو عندي الفايبر اوبتيك وعندي الفون وعندي الكوأكسيال. طبعا انا هختار طبعا كابل الكوأكسيال، بالفعل هيوصل معايا. حضرتك عايز توصله ببورت صفر هنا اهو، هيوصل معاك. اذا انا ما بقدرش اوصل الكوأكسيال غير كابل الكوأكسيال، لكن اي حاجه ثانيه ما اقدرش ان انا اوصلها. طيب عندي بالتبعيه الخطوه اللي بعدها ان هو عايزني اكونكت راوتر صفر. طب حضرتك عايز تكونكت راوتر صفر ازاي؟ لكن عايز اكونكت السيريال بتاعه مع السيريال بتاع راوتر واحد. اذا انا بالتبعيه محتاج سيريال كيبل، ده الكونسول كيبل. هتبص كده اهو الاقي عندي سيريال وسيريال دي سي اي، لكن هو مختار السيريال كيبل عادي، دي عادي خالص. هاجي هنا اهو هختار البورت اللي هو طالبه اللي هو سيريال صفر عشان اوصله هنا اهو برضو بسيريال صفر، فعلا الدنيا قامت معايا. طبعا ما تشتغلش انك تحرك اي جهاز هنا اهو زي ما احنا بنشتغل. طيب فعلا قامت معايا ان هو باخضر كده، صح جدا. بعد كده قال لحضرتك خد بالك بقى من حاجه، انا عايز حضرتك تختار كابل يوصل راوتر صفر بالنت اكاد باكت تريس. هم هنا هو اللي هو ده السيرفر بتاع النت اكاد باكت تريس، بس عشان عامل زوم ان يعني حضرتك لو عملت زوم اوت فهيبقى الدنيا، او انا عامل زوم ان مع صاحب هو الكلام عشان يبقى ظاهر لحضراتكم، لكن حضراتكم عندكم هيبقى الكلمه دي عاملها اوفر هايد من الجهاز ده، لكن دي هي النت كات باكت. طيب احنا عايزين نوصل ايه يا فندم؟ قال لك اختار كابل يقدر ان هو يوصل لي راوتر، ده راوتر صفر بالنت اكات. طيب تعالى كده نجرب، ايه رايك حضرتك في اول نجرب الكروس اوفر؟ حضرتك عايز توصل ايه يا فندم؟ قال لك انا عايز اوصل راوتر صفر عادي جدا. طب تعالى حضرتك نشوف، هل اقدر ان انا اوصل راوتر صفر عبد فاست ايثر؟ اوصله هنا هو فاست ايثر. تاني عندي برضو ايه؟ ريتش. اذا يبقى الكابل ده خاطئ. طيب تعالى نشوف الستيت، اوصل عندي فاست ايثر على زيرو، اوصل عندي هنا شوف هل الدنيا عندي هنا اتطورت برضو؟ ما اتطورتش. هو على فكره وظيفه اللاب ده في كده، نجرب مع بعض في اللاب، مش فاضل ده وظيفه اللاب انك تعرف التبعيه انهي كابل ممكن يتوصل عشان خاطر يقدر يقوم الدنيا دي. طيب
انا عندي هنا اهو اوبشن اوتو، ده بيقدر يختار لي الكابل اوتوماتيك، ولكن ده مش احنا عايزين نعمله في اللاب عشان بس عارفين ايه عارف السبارك دي. عندي الكونسول كيبل، احنا جربنا الستريت وجربنا الكروس. عندي الفايبر، مش عنديش كابل فايبر هنا. عندي الفون برضو مش هينفع ان ده سيلفر. عندي الكواكسيال بس انا ما عنديش مخرج كواكسيال. عندي السريالات وعندي الاوكتال وعندي الاي او تي كاستم كيبل، وده الاي او تي ديفايسز بس، وعندي اليو اس بي. طب تعالى كده نجرب لو انا ينفع اوصل بكابل سيريال. لو انا جيت اوصل بكابل سيريال، مجرد تحط كابل سيريال هيجي هنا هو يقول لك مفيش عندي غير سيريال 0 على 1 اللي شغال. طب تعالى نجرب جايز ينفع، هيقول لك لا ما اقدرش اوصله. طبعا هوصله عندي هنا اهو، هلغيه تاني عشان كده. اذا انا بقى عندي الكونسول كيبل، ممكن يشتغل مع كونسول كيبل. على كده نشوف برضو همشي. طيب تعالى كده نشوف الاوتو كيبل هيقول لك ايه. يقول لك ان الاوتو كيبل از لوكت، ما تقدرش تستخدم الاوتو كيبل. كده جربنا كل الكابلات. لو جينا نجرب الفايبر، انا عندي هنا هو فاست ايثرنت 1 على 0، ده اللي ممكن يوصل عليه الفايبر، بس يقول لك ان الفايبر مش موجود هنا في حاجه تانيه. اذا انا كده بفاضل لي الكواكسيال وفاضل لي السيريال دي سي. طب تعالى نجرب السيريال دي سي، مش هيقوم معاك لان هو مش وصل. طب يبقى احنا كده جربنا كل الكابلات، ما بقاش فاضل غير اليو اس بي كيبل في الفون كيبل. طب تعالى نجرب الفون كيبل، هيقول لك لا ما عنديش، ما عندكش نوت. في الستريت هنجربه تاني، وممكن يكون لاج عادي جدا، هو كده كده التيك تايم. طب هو برضو ما اشتغلش، ما فضلش كده عندنا غير الكروس اوفر، هنجربه تاني ممكن يشتغل، المفروض ان هو يشتغل الكروس اوفر اصلا. فلحد اما يقوم، لو ما قامش هنرجع تاني نشوف هو ليه ده ما قامش او ليه ما عملش اوتو كوريكت معانا. طيب عندي بعد كده بيقول لك كونكت راوتر 0 تو ا كونفيجريشنال تيرمينال، اللي هو ده سهل ان احنا نقدر نعمله تيرمينال. اوصل عندي هنا اهو مع ار اس 32 عشان اوصل عندي هنا اهو في سيريال، اوصل عندي هنا اهو في الكونسول كيبل، وده كده التاسك ده تمام. ان هو بس بيقول لك انا عايز اوصلها ككونسول عشان اقدر اعمل كونفجريت، فاحنا عارفين حاجه كده بنوصل كونسول كيبل. بعد كده بيقول لك وصل لي راوتر واحد هو ده على فاست ايثرنت مع سويتش ده. طيب المفروض راوتر وراوتر او تو نتورك ديفايس بيكلموا بعض، المفروض ان احنا هنوصلها ايه؟ طب خلي بالك من حاجه بقى هنا اهو، ما احنا جينا نوصل لقينا خلي بالك من العلامه دي معناها اوبتيك فايبر، يعني احنا كده هنلغي الكيبل ده ونروح نجيب الاوبتيك فايبر كيبل. فعلا قام تمام. طيب بعد كده بيقول لك عايزين نكونكت الكيبل مودم، هو المودم ده بورت واحد فيه مع الوايرلس نتورك. تعال نشوف بورت واحد مع تمام. تاني عندي هنا فايض. بعد كده بيقول لك كونكت الوايرلس، طبعا هو الوايرلس عايز يكونكت هنا مع الجهاز ده. طبعا عندي هنا كده كده الدنيا كونفيجر، فبيقول لحضرتك انت هتكونكت وايرلس راوتر ايثرنت واحد مع الفيميل بي سي. انت تسحب واير من ايثرنت واحد على عادي جدا وهو فعلا وصل. بعد كده هات له نكست كونكشنز، هيفضل بس عندنا السيلفر ده هو اللي يمكن فيه مشكله او ان هو مش قادر يقوم. ودي كده كده هتلاقيها اساسا ممكن تكون ده لاج في اللاب، لان احنا كده كده جربنا كل الوير. هو ده كان اللاب بكل بساطه، اللاب مش مطلوب منك اكتر من كده. طب ده بالنسبه للاب هو الاول. في عندنا ستيل تو لابس، تعال نروح نشوف اللاب اللي بعده. اوكي اللاب اللي بعده عندنا 4.7.1 تمام. اللاب ده بيقول لحضرتك مجموعة أسئلة
بقول لحضرتك رقم واحد identify physical characteristics of الانترنت working devices، ايه هي الديفايسز الموجودة. بعد كده البارت التاني بقول لك select the correct models for connectivity connected devices with check information. رقم واحد بيقول لك identify the management ports of a Cisco router، يعني هو بيقول لك فيه نص Cisco router. تعالى كده نبص، تقريبا هو ده الراوتر وده الويست والايست راوترز، لان دي اساسا اشكال الراوترز، اشكال الراوترات التانية موجودة عندنا. فبيقول لك ايه كليك ذا ايست راوتر اللي هو ده، بيقول لك ذا فيزيكال تاب شود بي اكتف، زوم ان اند اكستند ذا ويندو تو سي ذا انتاير راوتر. احنا عملنا كده، عملنا زوم ان الراوتر بالكامل. بيقول لك من رؤيتك للراوتر ده انت شايف إيه، مين المانجمنت ports are available، ايه البورتات ال available. فانا بالفعل عندي هنا اهو الكونسول بورت وعندي تو بورتس تانيين فاست ايثرنت. اوكي ده اول سؤال. تاني حاجه بيقول لك ايه which LAN and WAN interface are available on the east router and how many are there. عندي كام حاجه هنا اهو available في الايست راوتر كلان وكوان. طبعا لو انا عندي، انا عندي one available WAN اللي هي الوايد اريا نتورك، وعندي تو لانز موجودين. اوكي طيب يقول لك خش على تاني الايست ده وخش على السي ال اي، هدوس انتر. بيقول لك اديله امر شو اي بي انترفيس بريف، وريني الانترفيس اللي عندك. دي يا فندم الانترفيس اللي موجوده عندنا، عندي جيجا بت ايثرنت وده واخد اي بي ادرس اوريدي، عندي جيجا بت ايثرنت 0 على 1 برضه واخد اي بي ادرس، عندي تو سيريز واحد منهم واخد اي بي ادرس واحد مش واخد اي حاجه خالص، وعندي البي لان واخده اي بي ادرس. اوكي طبعا هو بيقول لك كام فيزيكال عندي ليست، فهم اوريدي ادي 1 2 3 4 متسكرين وواحد مش متسكر له اي حاجه خالص معمول داون. طب اوكي ارجع تاني يا فندم واديله المره دي امر interface gigabit ethernet 0 على 0 0 على 0. ليه يا فندم خصائص الانترفيس ده؟ دي خصائص الانترفيس بالكامل على فكره، هو بس بيوريك ان انت ممكن تكشف خصائص انترفيس معين وتشوف كل الفيتشرز بتاعته بالكامل لا اكتر لا اقل. طب انا ممكن مش شرط اكشف gigabit ethernet، لا انا ممكن كمان اكشف خصائص السيريال، وده احنا هنعرف هنحتاجه في ايه قدام شويه. برضه اقدر اشوف خصائص السيريال واقدر اعرف هو بقاله قد ايه الايف واذا كان حصل عليه اي شغل او اي ايرور ولا. بعد كده بيسال حضرتك how many pins slots are available، يعني انا عندي كام سلوت هنا اهو اقدر ان انا اضيفها. لو انت حضرتك جيت عملت زوم ان هتلاقي دي 1 2 ده سلوت بس مقفول، انا ممكن افكه 1 2 3 4 4 سلوتس. اوكي طيب بقى بيقول لك يو نيد تو كونكت بي سي 1 و2 و3 بالراوتر ده، دوت عايز تكونكتهم بالراوتر ده. But you do not have the necessary fund to purchase a new switch، ما عندكش فند كافي انك تجيب سويتش جديد. Which model can you use to connect the three PCs مع الراوتر. بص يا فندم دي حاجة بتحصل في الشركات معظم الوقت. أنا بيكون عندي سلوت هنا ممكن أركب فيه قطعة. القطعة دي تديله بعض الخصائص دي. تمام؟ بس السؤال عندي هنا هو أنا معيش فلوس أجيب سويتش. بس أنا عندي ممكن أجيب قطعة من القطع دي وتديني خصائص أكتر شوية في الراوتر. هو بيسألك أنهي قطعة من دول ممكن أقدر أوصل التلات أجهزة دول بيها. فتعال نشوف. طبعا أنا لو دوست على أي قطعة بيبان لك إن هو شكل القطعة. تعال كده نزوم إن. بيبان لحضرتك إن هو شكل القطعة عامل إزاي وإيه الخصائص بتاعة القطعة. طب تعال نشوف كده يا فندم القطع. لا دي برضو ما فيهاش أماكن طبعا محتاجين أماكن بورتات زي بورت السويتش. تعال أنا لقيت هنا أهو إيه provide four switch ports، اروح حضرتك دايس كليك كده اهو وشلتها اهو في ايدي واديها هنا اهو وحاططها.
بقول لك كانوت ادا موديل هو وين ذا باور از اون. فاكرين الحركه اللي انا قلت لكم عليها؟ كل حاجه نوع حقيقيه فعلا، الناس مقفل الراوتر وبعد كده اروح اضيف القطعه وارجع افتح تاني الراوتر اكتر لا اقل. طب انا كده بقى عندي هنا هو ايه اماكن، يعني انا لو رحت هنا جبت كيبلز ورحت جاي موصف فاست ايثرنت اقدر، ده انا عندي اهو فاست ايثرنت ادي واحد اهو وصل، اقدر اوصل التاني واقدر اوصل التالت ولسه عندي اماكن. تمام لسه عندي مكان كمان. بعد كده بيقول لك هاو ماني هوست كان يو كونكت تو ذا راوتر. ده الموديل دي احنا قلنا اربعه، هو فعلا بيقول لك ان انا عندي اقدر اوصل اربع اماكن وانا وصلت منهم ثلاثه بالفعل. يقول لك كليك على سويتش 2، تعال نروح نشوف في سويتش 2. سويتش 2 اهو بيقول لك ويتش موديل كان يو انسيرت تو بروفايد ا جيجا بت اوبتيكال كونكشن تو سويتش 3. هو قال لك كليك هنا على سويتش 2 وبعد كده بيقول لك هنا اهو سويتش 3، فدي غلطه اصلا موجوده، هو بيتكلم عادي جدا فانت ممكن تشوفها على سويتش 2 او تشوفها على سويتش 3. تعال ندوس كده اهو ده سويتش 2. انا عايز دلوقتي اوفر قطعه زي ما قلنا من القطعه دي تديني اتاحيه ان انا اوصل جيجا بت اوبتيكال كونكشن. زي ما قلنا انا كل قطعه بلاقي خصائصها مكتوبه. تعال كده نشوف، بس كده نشوف براحتنا. اول قطعه طبعا دي بس تقدر توصل لي لان باك بون اكتر ولا اقل. تاني واحده تقدر توصل لي فاست ايثرنت، خلي بالك انا مش محتاج فاست ايثرنت، انا محتاج جيجا بت اوبتيكال كونكشن. هنا هو قال لك جيجا بت ايثرنت نتورك موديل، وقال ان انا كونكت ايثرنت كوبر كونكتيفيتي كوبر. طب لو انا عايزها اوبتيكال هتلاقي اف جي اي دي اللي هي اهي جيجا بت ايثرنت، واقدر ان انا اوصلها اوبتيكال. خلي بالك فرق بين الاوبتيكال والايثرنت. اوبتيكال يعني اوبتيك فايبر، ايثرنت اللي هو الكوبر العادي. زي ما اتفقنا هزوم ان في الاول، اقفل السويتش بتاعي، اسحب القطعه الجميله هوفرها لي هنا اهو، افتح السويتش. طب تعالى برضه نبص على سويتش 3 الاقي فيه قطعه عادي جدا، هو اشكالها زي ما قلت لك، هي دي غلطه هتلاقي. طيب بيقول لك add the correct model and power up the device. طبعا انا عايز بس اتاكد احنا عاملين ان هو باور اون. خلاص بيقول لك كليك على الايست اللي احنا كنا شغالين عليه ده and attempt to insert model كمان from step A model or added by click the model and drag it down. زي ما احنا قلنا cannot add a model when it's power on. هو بقى بيشرح لك اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه، بعد كده اشرح لك ايه اللي حصل في سويتش 2، ده مجرد شرح اكتر ولا لا. بعد كده بيقول لك connect the devices دي باستخدام السلو، زي ما احنا قلنا connect the devices. وانا طبعا عايز طبعا اكونكت السويتش، اقدر اكونكت عن طريق جيجا بت ايثرنت بالاوبتيكال. وبعد كده بيوريك هنا كل الكونكشنز اللي احنا كنا نعملها. بس كده نزوم اوت عشان نقدر نشوف كل الكونكشنز. نعمل ده كده اهو شويه برضه الدنيا بالنسبه لنا اوضح. طب قال لك الايست المفروض ان هو يوصل مع سويتش واحد واثنين عن طريق جيجا بت ايثرنت. هي طبعا ايه؟ قال لك انا هون عايز اوصلها كروس ستريت. طيب كروس ستريت او اللي هي كروس اوفر ده كفر اس كفر ستريت، فكفر ستريت اهو يا فندم. عايز توصل ايه حضرتك؟ قال لك انا عايز اوصل مع سويتش واحد زيرو على زيرو، وهنا اهو في سويتش واحد هيوصل على زيرو على واحد. خلاص كده ده ضن بالنسبه لي. بعد كده قال لك انا عايز اوصل زيرو على واحد في الراوتر ده على كده اهو. فين يا فندم زيرو على واحد؟ عايز توصلها فين حضرتك؟ قال لك في سويتش اربعه جنبه ده على 0 على 1 وصلتها برضه. وصلنا البي سي هات 1 2 3 موصلين يا فندم بالسات 1 2 3. قال لك سويتش واحد اللي هو ده وصل كبر ستريت مع الحاجات اللي تحتيه دي، سهله جدا عادي جدا. هو محدد لك كمان البورتات، قال لك 0 على 1 هيوصل مع بي سي 4 وبالتبعيه 0 على 2 هيوصل مع بي سي 5 و 0 على 3 هيوصل مع بي سي 6. جميل جدا كده خلاص سويتش واحد. قال لك سويتش 4 بقى عايزك توصل لي جيجا بت ايثرنت 0 على 2 عن طريق كبر كروس اوفر مع سويتش 3. يعني سويتش 4 هيوصل مع سويتش 3
عن طريق كبر كروس اوفر، ذكرناها قبل كده لو تفتكروا، قلنا لما جهازين بيكلموا بعض. قالك ده هتوصله مع سويتش 3 على رقم كام؟ قالك على جيجا بيت ايثرنت 3 على 1، هي دي. بعد كده نوصل الدنيا مثبته بقى. طيب سويتش 3 بقى هيوصل فايبر مع سويتش 2، عشان كده احنا ضفنا بتاعت الفايبر. طب الفايبر اهو، حضرتك عايز توصل ايه يا فندم؟ قال لك عايز اوصل هنا اهو 5 على 1، اوصلها يا فندم عندي هنا اهو برضو 5 على 1، وصلوا حضرتك ببعض. كمل سويتش 2 هيوصل بيه الداتا بي سي دول، تعمل اول 0 على 1، بعد كده 1 على 1، بعد كده 2 على 1، طبعا هيوصلوا ايه؟ ستريت. هبدأ 0 على 1 هيوصل عندي هنا اهو، بعد كده 1 على 1 هيوصل عندي هنا، وفي النهاية السويتش الأخير هيوصل عندي هنا. أوكي كويس جدا. إيه الخطوة اللي بعد كده؟ قالك سويتش 2 هيوصل جيجا بت على جيجا بت 3 على 1 بكفر ستريت على الأكسس بوينت. نمسك تو كفر ستريت جيجا بت كام يا فندم؟ 3 على 1 توصل بالأكسس بوينت. بص يا فندم بالأكسس بوينت، طبعا بالتبعية في الآخر يقول لك وصل الأكسس بوينت بالاثنين دول، أو هما كده كده هيوصلوا، لأن هو خلاص سحب نتورك، فهم هيبدأوا يوصلوا هنا أهو مع بعض في كالنجات. بس أتأكد بس إن هو باور أون، باور أون أكسس بوينت، أنا أظن إن هو باور أون ولا مش باور أون؟ باور أون. هو يبدأ أوتوماتيك يسحب ويبدأ يغذي لي واي فاي. طب آخر حاجة بقى قال لك بعد إذن حضرتك وصل الاتنين دول ببعض، يعني ده يا فندم اللي واصل بخط التليفون عن طريق إيه؟ سيريال دي سي إيه. سيريال دي سي إيه يا فندم يكون في حاجه شبه الساعه دي، انا ذكرت لكم قبل كده ان الستات بيشوفنا من الساعه وليها فكره كده معينه، ذكرناها قبل كده في المحطات. هي إيه دي الفكره بتاعتها؟ هو بيشوفنا عن طريق الساعه، والكابل ده برضو بيشتغل على نفس التاسك ده. هناخد حضرتك الكابل ده هنوصله من 0 على 0، 0 على 0 شكرا 100%، مش هطلب من حضرتك اكتر من كده يا فندم. طبعا قفلنا على كده اللاب ده، نروح لللاب اللي بعده. يمكن اللاب اللي بعده شكله ظريف شوية، في جرافيكس، في حاجات كده ظريفة فيه، ولكن اللاب ده هو لاب بس نقاشي بحت مع بعض الكومنتس الظريفه اللي احنا هنعملها لا اكتر ولا اقل، لكن هو لاب نقاشي جدا على فكره. انا ممكن اشوف، لا هو اللي هو كل الفكره ان هو جايب لحضرتك ان هو مكتب عميل بيقول لحضرتك ايه اللوكيشن بتاع كلاينت كمبيوتر، بتقول ده اللوكيشن فين الكلاينت، اي اس بي، اي اس بي السيرفيس بروفايدر بتاعه اكيد موجود واي فاي. بعد كده بيقول لك ايه السيرفيس بتاع الاي اس بي، فطبعا اي اس بي هي وظيفه الانترنت وخلافه. انا بس حبيت بس اوري لحضرتكم شكل التاسك، حتى بقولك لو انت دخلت على البي سي بتاع اللي هو الكلاينت، دخلنا على الديسكتوب ودخلنا على الكومنت برومت، واحنا قايلين له اي بي كونفيج عشان نقدر نشوف هو متصل بايه وايه الجيت واي. هنلاقي فعلا البيانات عندنا هو متصل بايه الجيت واي وايه الاي بي ادرس بتاعه وايه الجيت واي بتاعه، هو الاي بي ادرس بتاع الراوتر، او هو عنده بلوتوس، الكلام ده كله تقدر ان هو يوريك فكره. هو بس مجرد لاب نظري، احنا بس بندردش فيه اكتر ولا اقل، لكن ما فيهوش تاسكات عمليه. برده كان في تاسك برده كده تاني عشان برده فهمك هو بيتكلم عنه في ايه، كان طلب من حضرتك انك تعمل امر بسيط جدا هو اسمه امر تريسد. وهقول لك دلوقتي ايه امر تريسد ده دلوقتي على www. هواية دوت. طب لحد ما الامر يبدا يشتغل، هو امر تريسد يشبه الامر البنج، لكن في امر تريسد انا بقدر اعرف الباكت هتنتقل مثلا تعدي من عند عبد الرحمن لعمر لاسامه لهشام لعمر، الباكت وهي بتنقل من نود للثانيه بقدر اعرف هي خدت وقت قد ايه في الانتقال بتاعها، خدت وقت قد ايه في الحركه بتاعتها. هو كده كده الامر ده بياخد وقت طويل، ويمكن حتى لو احنا جينا نشوف
على ارض الواقع لو احنا جينا فتحنا هنا تي ام دي، فاجتهدنا احنا نفسنا وجربنا امر. بس على فكره هو بدا يقرا هنا اهو، انا بس ايه يعني هو ده الشكل بتاعه، بس انا عايز اوريه لكم على ارض الواقع. على ارض الواقع بيبقى امر اترست عادي خالص، بنكتب امر اترست وتعالى نعمل اترست لجوجل، تعالى نتعقب خط السير بتاعنا لحد جوجل شغال ازاي. بيقول لك انا لحد جوجل هعدي على 30 هاب، بيقول لك الاي بي ادرس بتاع جوجل ايه ده، يديك الاي بي ادرس بتاع كل نقطه بدا يطلع عليها حاجه مفيده عشان تضعف خط الحركه بتاعك، وهكذا هيفضل يكمل معانا لحد اما يقول لنا اترست كومبليت. تعالى كده نتفرج لحد اما نشوف ايه اللي هيحصل في النهاية. لسه شغالين اهو، هو لسه كل اي بي ادرس بيعدي عليه وبيبلغنا بيه على كل نقطة هو بيروح لها، لنا واخد وقت قد ايه للانتقال، حصل ديلي قد ايه، وصل في قد ايه، بدأ يقول لنا ان هو بدأ يوصل لأول سيرفر من سيرفرات جوجل او اول ميد بوينت موجودة عن ناحية جوجل. لو تاخد بال حضرتك الايبات ادس اتغيرت من نتورك لنتورك تانية، نتورك هوست لنتورك هوست تاني، اتكلمنا بكده في النقطة دي لحد ما وصل لسيرفر جوجل، وفي الاخر خلينا تريسك في الاخر انت توصل لسيرفر جوجل اللي هو فعلا نفس الاي بي ادرس اللي انا كنت بعمل له تريسك من البيت. تريسك هو امر تعقبي بيقول لحضرتك خط سيرك، طبعا كل ما النقط اللي عدى عليه اقل كل ما بقت النتورك احسن واسرع، يعني ده ليه علاقه بحاجه اسمها ال تي ال تايم تو لايف. دي فكرتها الباكت هتقدر تاخد وقت قد ايه. الديفولت بتاع الباكت هو 255 خطوه، الخطوه بتمثل اي بي ادرس من اللي هو عدى عليه، كل ما خلصت خطوات اقل كل ما بقت النتورك ستيبل اكتر، كل ما توصل للهدف بتاعها اسرع كل ما بقت النتورك احسن، وده معناه ان السيرفر كمان اقرب. ده الفكره العامه لللاب لا اكتر ولا اقل. حتى تلاقي حتى اللاب حتى ان هو ما فيهوش طالب منك اي كومبليت او اي حاجه، ان هو لاب اوريدي للنقاش لا اكتر ولا اقل. ده كل اللي كان مطلوب من حضراتكم في اللاب. يمكن اللاب ده خفيف حتى، بنتكلم في دقائق معدوده ما طولناش في اللاب، كان حاجه خفيفه كده من ضمن اللابات الخفيفه. فكره فيها بات خفيفه وفيها حاجات تانيه تقيله، بس ده كان لاب خفيف يعني. فده كانت النهاية بتاعت اللاب، إن شاء الله أقابلكم في الفصل الأخرى، والسلام عليكم.